بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة عايزين نكمل جزء المسائل اللي هو ندخل بقى. احنا خلصنا الـ Well Point System بالمسألة ان انا بخفض الـ Foundation Level. كان عندي الـ Foundation Level سالب 6 الجزء الاول مسألة، وان انا استخدمت 1 Stage بس ويزبر. والمسألة التانية ان انا كان الـ Foundation Level على سالب 10، وبالتالي لما جيت حسبت اللي هو مقدار الانخفاض اللي انا عايز اخفضه كان طالع 7.5 متر، فطبعا ده كان اكبر من 5 متر، واصلا المفروض الويل بوينت سيستم بيخفض اقصى حاجة 5 متر. فبالتالي عملنا 2 ستيج وبعدين كمل. بعد كده هنكمل هنعمل ايه النهاردة. عايزين نتكلم على الديب ويلز، تمام، الابار العميقة. طبعا زي الابار العميقه، مش هنقول بس نبذه بسرعه كده، الفكره كلها ان هي ايه، ان انا الديب الويل بوينت سيستم ماكسيموم 5 متر بيخفض، لكن لو احنا رحنا للديب ويلز، بالنسبه لي قال لي ان الديب ويلز ده بيستخدم في تخفيض المياه لاي عمق مطلوب، 40 بقى 50 متر، اي عمق مطلوب شغال، ان انا بنفذ ابار، يعني انا بنزل في بير كده بنفذه، انا هنا بتخفض لاي اعماق مطلوب. طب انا بعمل ايه؟ قال لي بنفذ ابار كده، في ابار بنفذها، عشان كده بتبقى اسمها ديب ويل. ابار ان العمق بتاعها بيتراوح من 10 ل 50 متر، يعني خلي بالك انا ممكن انزل بير لعمق ميل، لعمق 50 ايه 50 متر، والاقطار بتاعت البير ده بالنسبه لي من 25 ل 50 سنتي. ركز في الرقم 25 سم عشان احتاجه مثلا في جزء المسائل. الفكره كلها ان انا بقى ببدا انزل بامب بغطسه. خلي بالك ان النظام الويل بوينت سيستم ان هو كان البامب بتاعتي فوق ساكشن، لكن هنا البامب الهدف بقى الاساسي، ان الهدف الاساسي للبامب بالنسبه لي هنا البامب رافعه اهو، ان عندي ان البامب هترفع الميه عندي لغايه العمق المطلوب. ما انا قلت لك ان انا بخفض المسافه دي، فاكر المسافه دي اللي هي كانت كام في النظام التاني؟ نص متر، برضو هنا هنعتمدها برضو نص متر، وبعدين الميه بتروح للبير، وبعدين هنا بقى في بامب بقى بتبدا ترفع لي مين الميه بالنسبه لي. يعني هنا الفكره ان البامب رافع مش بامب مين ساكشن، تمام. الفكره بقى كلها خلاص، ان انا قلت لك ان انا بتبقى الفكره كلها بتعتمد على ان البامب بترفع. دي مش قصتي بقى دلوقتي، قول لي ان الابار دي، الابار اللي انا بحطها دي بتتحط بقى، شفت؟ خلي بالك بقى المسافات مش صغيره زي المره اللي فاتت اللي هو انا كنت بحط الرايزرز على مسافات تقريبا من نص ل 3 متر، لا، قال لك انا بحط الويلز عندي دي بتتحط على مسافات كام؟ قال لي على مسافات من مره ونص لمرتين من مين؟ من عمق الحفر، يعني تلاقي مسافات مين كبيره، يعني ممكن تحط هنا اصلا بير، وهنا مثلا بير، وهنا بير، وهنا بير مثلا، يكون 4 ابار في الايه؟ في الموقع كلهم، وهنشوف في المسائل. تعالى بقى نكمل بقى. الفكره كلها ان الفلو بتاعي لو انا عندي المنشا مثلا مستطيل، انا بفترض ان هو الفلو راديال. راديال يبقى انا بجيب حاجه اسمها ار اي اللي هو النصف القطر التخيلي، يبقى ار اي دي حاجه تخيليه يا شباب. فالمبنى عندي A و B، طبعا مش المبنى بقى، هو يديني ابعاد المبنى بتاعتي وابدا ان انا امشي مسافه 1 متر. بمعنى ايه؟ بمعنى ادي الحفر بتاعي اهو، ادي الحفر بتاعي بالشكل ده، او خلينا ان هو مستطيل كده بالظبط اهو، ابعاد ده كده عندي بالنسبه لي البعد ده 50. قال لك انا هبدا احط البير زي ما احنا اتعلمنا ان انا بمشي مسافه 1 متر، واحط مثلا البير الناحيه دي مسافه 1 متر، تمام؟ ماليش علاقه بقى بالسيستم التاني. فالمسافه اللي هي دي اللي هي نسميها ايه او بي، هي عباره عن اللي هو طول المنشا، وازود مثلا 1 متر من الناحيه دي و1 متر من الناحيه دي. فلو مثلا الطول 30، يبقى المسافه اللي هي اسمها ايه او بي هتبقى كام؟ 32. دي الاي والبي. طب والار اي بقى؟ قال لك الار اي اللي هو القانون بتاعها، قال لي بيساوي جذر الاي في البي على مين؟ على البار. فاكر الار نوت؟ ار نوت اللي احنا كنا بناخد في المره اللي فاتت كانت اسمها ال نوت، قال لي هنا في ار نوت بقى اللي هي نصف قطر التاثير، تمام؟ لو انا شغال راديال، فلو قالك شغال راديال نصف قطر التاثير، قال لي 3000
في الاتش. خلي بالك احنا قلنا ايه الاتش دي قبل كده، اللي هو الارتفاع. او الاتش بالنسبه لي ادي الارتفاع من اول منسوب الميه اللي انت عايز تخفضها لغايه نهايه الطبقه مين الغير المنفذه. طب تاني حاجه الاتش ووتر، خلي فاكر الاتش ووتر كنا بنقول مين، اللي هو ارتفاع الميه في البير. بس ركز الاتش ووتر هنا ممكن تتغير شويه، تمام؟ هنقول ليه، تمام؟ بس هي ايه نفس الكونسبت في جذر الكي. الكي اللي هو معامل مين، معامل نفاذيه. زي ما احنا اتعلمنا المره اللي فاتت ان انا عندي، انا لازم احدد هل هو فولي بنتريشن ولا هو بارشالي بنتريشن. تاني حاجه لازم احدد الخزان الجوفي كونفايند اكوفر ولا مين، ولا ان كونفايند اكوفر. المره اللي فاتت كنا بنحدد، كنا بنقول ان انا هل انا عندي وان سورس ولا تو سورسز. وان سورس يعني ان انا عندي مصدر واحد للميه، قلت دي لو انا عندي صفين منين، من الحرام. قال لك لا، هنا قال لك هنا لو انت عندك بقى سيركلر سورس اد ديستانس ار نوت. يعني خلي بالك انت دلوقتي شغال على مين، على ار نوت، مش هتفرق معاك. يعني كل الحاجه دي لازم تاخد بالك منها، انت عندك فولي بنتريشن وكونفايند وار نوت. الحته اللي بعدها بقى يديني ال نوت. يعني الخطوه اللي شفت الثانيه بيقول لك هي فولي بنتريشن وكونفايند بس لاين سورس، والديستانس بتاعه اسمها ال نوت. او يعني بدل ما هي ار نوت هنا هتبقى ال نوت، مش ما فيهاش فرق قوي. والال نوت احنا قلناها في القوانين قبل كده. فقال لك الفلو ريت هنا الكيو عندي دي الكيو كلها، قال لي 2 باي الكي معامل نفاذيه، والدي قلنا عمق الطبقه وسمك الطبقه. في الاتش قلنا الاتش دي قلناها قبل كده، والاتش ووتر، واللين ار نوت على ار اي. قلنا الار نوت اللي هو نصف قطر التاثير، تمام، باعتبار ان هي سيركلر سورس. والار اي احنا لسه حاسبينها، المفروض ان الار اي دي بقى هتبقى المسافه. زي ما هننزل شويه هنقول لك الار اي بالظبط هي المسافه. فتعالى بقى نكمل، احنا قلنا الار اي دي اصلا نصف قطر التخيلي، وهنعرفه بالظبط ان شاء الله في حل المسائل بالنسبه لنا. هو من القانون ده، هو هنعوض في القانون ده كحاجه مبدئيه، وبعد كده هنعمله موديفيكيشنز على حسب انت عايز تعمل التخفيض فين. هنشوف دلوقتي، بس خليك معايا ان الار اي. طب والدرو داون بتاعي قال تطرح الاتش، اصل الاتش ووتر، وادي الكيو تكمل مين، ادي المساله ما فيهاش مشكله. طب افرض انت عندك فولي بنتريشن وعندك كونفايند اكوفر، يعني هو خزان بس المره دي لاين. كل بص الفرق الوحيد ان بدل هنا كنا بنقول لن ار نوت على ار اي، هنقول لن 2 ال نوت، يعني دي اللي اتغيرت. وهنا بس هنشيل الار نوت في الدرو داون ونحط مكانها مين، 2 ال نوت. يعني كل الفكره اللي اتغير بس ان انا شلت الار نوت وحطيت مكانها 2 ال نوت، عشان بس ايه الموضوع. طب قال لك تعالى لو انا عندي فولي بنتريشن، يعني لو عندي فولي والان كونفايند اكوفر، المره دي انا رحت الخزان جوفي غير محصور، وسيركلر سورس، سيركلر سورس، يبقى انا استخدم ار نوت في المساله دي. فقال لك الفلو ريت عباره عن باي في الكي، في اتش تربيع ناقص اتش ووتر تربيع على لين ار نوت على الار اي. موضوع سهل قوي. طبعا انا شلت من هنا التو في الدي من القانون ده، وهنا برضو نفس القانون بس هنا تربيعات. يعني الفرق بين القانون ده ان انا شلت الاثنين وشلت الدي وربعت بس. فانا هنا ده الكيو اللي هو الفلو ريت، وهنا الدرو داون اللي حصل، ادي الدرو داون اللي حصل فين، في البير بتاعي، تمام. وركز في الجزء ده عشان ده اللي هنحل عليه مين المسائل بالنسبه لي، ان انا عندي فيه ان كونفايند اكوفر وهنعمل فولي بنتريشن هنا. ايوه سهل انك تعمل هنا فولي بنتريشن اصلا، لان انا قلت لك ان عندي ان التخفيض اصلا بيوصل لكام، من 10 ل 50 متر. فانا ممكن اصلا لو سمك الطبقه عندي 30 متر ممكن اعمل لها فولي بنتريشن عادي جدا، مفيش مشكله. تعالى بقى نكمل. بقول لك بقى لو انت عندك فولي بنتريشن بس ان كونفايند، خلي بالك انا ما اتكلمتش على البارشالي دلوقتي، وعندي لاين سورس، قلت لك لاين سورس بنستبدل الار نوت ب 2 ال نوت، اهو شلت الار نوت و2 ال نوت والار نوت و2 ال نوت. تعالى بقى نخش على البارشالي. لو انت عندك بارشالي بنتريتنج وكونفايند اكوفر، كونفايند اكوفر بقى سواء بقى انت عندك سيركلر سورس او لاين سورس، احنا قلنا بقى لو انا عندي لاين سورس هشيل الار نوت واحط 2 ال مين، 2 ال نوت. فقال لك بقى لو انت عايز الفلو ريت بتاعي هتضرب في فاكتور اسمه بيتا. يعني كل الفكره كلها هو نفس القانون اللي فات بتاع البارشل، بس كل الفكره انك بتضرب في فاكتور اسمه مين، اسمه بيتا، تمام. وانت اصلا لو بصيت على الدرو داون هتلاقي هو هو اللي فات، تمام. طب ايه البيتا؟ خلاص هنعرف البيتا كمان شويه.
طب لو انت عندك بارشالي بنتريشن والانكونفايند، ما انا قلت لك هو نفس القانون، نفس القانون بتاع الفولي بنتريشن، بس مضروب في مين؟ مضروب في بيتا. تمام، تعالى بقى نكمل مع بعض، تعالى بقى نكمل بقى يا شباب مع بعض. والدرو داون اهو مفيش مشكله، القوانين دي يفضل انك تكون عارفها وتكون حافظها، يفضل انك تكون حافظ القوانين دي عشان تقدر تخش على المساله. قوانين بسيطه اصلا، يعني هتلاقي الاختلاف حاجات مين؟ حاجات بسيطه خالص. تعالى بقى نكمل كده، احنا خدنا يعتبر الحالات بتاعت اللي هو الانكونفايند، لو هو فولي بنتريشن ولا بارشالي، لو هو كونفايند ولا انكونفايند، لو هو لاين سورس او سيركلر سورس، قلنا ازاي نتعامل مع كل واحد، موضوع بسيط قوي. تعالى بقى ناخد مثلا قال لك البيتا بقى، الفاكتور البيتا، لو انت عندك كونفايند اكوفر، لو انت عندك كونفايند اكوفر بالنسبه لي البيتا اهي هتدخل بي زائد الدي على 2 الدي، واحنا قلنا البي قبل كده قلنا هنطرح الاتش ناقص الاتش مين؟ الاتش ووتر، دي ايه؟ تسهيل، دي البي. وتدخل في القانون ده تطلع من هنا مين؟ هتطلع وادي هنا بيديك الار اي بالنسبه لي على مين؟ على الاتش، وتشوف الار اي وتدخل، يعني مثلا الار اي على الاتش مثلا تطلع بوينت اللي هي بوينت 04، وانت عندك هنا 04 حسبت الترم ده طلع كده، فتطلع راسي تخبط لغايه هنا وبعدين تمشي مين؟ تمشي افقي تطلع قيمه مين؟ البيتا، وهكذا في الجزء ده. تعالى نشوف المثال على طول. بقول لك هنا ذا فاونديشن ليفل، عندي منشا فاونديشن ليفل بتاعي. المنشا بتاعي 50 في 50، وركز بقى معايا، ادي المنشا بتاعي 50 في 50. ولازم ترسم. از جوينج تو بي 6 متر بيلو بيلو جراوند سيرفيس، يعني الفاونديشن ليفل 6 متر، خلاص ماشي، يبقى دي الجراوند سيرفيس. وادي نزلت كام؟ 6 متر لقاع الحفر. وقال لي ويز سويل ميديوم ساند، وركز بقى ميديوم ساند دي كانت بتفرق فين في الدرس اللي هو الويل بوينت سيست، لما كنا بنطلع منه الاي اللي هي المسافه بين مين؟ بين الوي، لكنها مش تفرق. ساند لاير ومديني الكيم وعامل النفاذيه بتاعتي. ذا ساند لاير اكستند 30 متر فروم جراوند سيرفيس تيل هارد امبرفيوس روك، يعني انت اصلا سمك الطبقه بالنسبه لي كله 30 متر، يبقى المسافه من هنا لهنا كام؟ المسافة دي 6، والمسافة دي كلها كام؟ كلها 30. تعالى بقى نكمل بقى معايا. قوم قول لي إن أنت عندك إن الجراوند ووتر تيبل على مسافة 1 متر بلو جراوند سيرفيس، يعني أنت تنزل كمان مين؟ 1 متر أهو. 1 متر يبقى المسافة بتاعت أدي المية بالنسبة لي كام؟ 5، الحتة دي 5، تمام؟ خلي بالك لو أنت هتخفض 5 متر فأنت تستخدم أصلاً اللي هي عادي الويل بوينت سيستم. بس هنا الفكره كلها ان انا زي ما قلت لك ان انا بعمل ان انا بنزل مسافه نص متر، زي ما انا قلت لك بنرسم، انا احط هنا شباب، احط هنا بالنسبه لي السيست البير على يمين وعلى شمال. سيبك بقى مش تفرق بقى المره اللي فاتت 1 سورس ولا 2 سورس، ماليش علاقه بدي خالص دلوقتي، ماليش علاقه ان هي 1 سورس ولا مين ولا 2 سورس. فانا هنا نزلت مين؟ نزلت المسافه اللي هي 5 متر والنص. طب الباقي الاتش بقى، فاكر دي كنا بنقول عليها اتش بس، بس هنا قلت لك، حتى قلت لك الاتش دبليو هنغيرها شويه، الاتش دبليو هي بالنسبه لك هي الحته دي، بس احنا هنفترض ان المسافه اللي هي 23 ونص دي برضو اتش دبليو، لان القوانين اصلا هنا في اللي هو الديب ويل مفيش حاجه اسمها اتش سمول بس، لا هو اتش دبليو، فانا هفترض ان الاتش دبليو هي المسافه دي اللي احنا كنا بنفترضها في الابار الثانيه، كنا بنفترضها كام؟ اللي هي كانت اسمها اتش، يعني انت لو طلعنا هتلاقي ايه في الفيديو اللي فاتت ان دي كانت اسمها اتش ودي اسمها اتش ووتر، لما كنا بنعوض في القانون بنطلع الاول اتش ووتر ونكمل مساله. قال لك لا الموضوع سهل قوي، احنا هنعتبر ان الاتش ووتر دي 23 بوينت ونص، وهعمل تشيك على مين؟ هعمل تشيك على الجزء ده كمان شويه. تعالى بقى نكمل كل الفكره بقى كلها، انت تعالى نشوف الابعاد اللي انت تشتغل عليها. انا زي ما قلت لك ان المنشأ عندي 50 في 50، وقلت لك انا بمشي مسافه 1 متر عشان احط مين؟ عشان احط الوي، وامشي مسافه 1 متر عشان احط الوي. فانا بالنسبه لي دلوقتي بقت المسافه اللي هنا دي 50 المنشأ في 50، يبقى المسافه اللي انت هتعمل عليها الاي ب 52 والبي ب 52، هو ده المنشأ بتاعك. على حسب بقى اداك مستطيل اداك مربع، فانت عارف بقى الدايمنشنز. فانا بالنسبه لي الاي ب 52 والبي 52 اللي احنا كنا بنتكلم عليها في بدايه شرح خالص، او لما قلت لك ان انا هنزل هنا همشي مسافه 1 متر، فدي الاي بالنسبه لي وادي مين؟ وادي البي بالنسبه لي. تعالى بقى نكمل. فانا هنا هطلع حاجه اسمها الار اي الاول اللي قلت لك نصف قطر تخيلي، بحيث ان انا بعمل راديال فلو، تمام؟
وادي جذر الاي وطلعت بيه الاي الار اي. خلي بالك الار اي دي تخيليه دلوقتي عشان هنطلع الار اي اكشوال بالنسبه لي، فركز بقى في النقطه دي على حسب انت عايز تودي مين يا شباب، تودي الميه فين، ركز بقى في النقطه دي. فانا بعد كده بحسب الار كاب الار نوت باعتبار بقى يا شباب ان انا هشتغل مين بقى. انت هنا في المساله هي ان كونفايند وهتنزلها فولي بنتريشن، يعني هتنزلها فولي بنتريشن. طب تاني حاجه افترض ان انت تعمل راديال سورس، ففين بالنسبه لي فين القوانين اللي انا هشتغل عليها؟ لو طلعت فوق دي فولي بنتريشن تمام اوكي، وان كونفايند وهستخدم سيركلر سورس، يبقى انا هستخدم مين اللي هو القانون دي القوانين دول اهو. موضوع سهل قوي، تعالى بقى نكمل بقى مع بعض. فهنا ادي المساله طلعت الار نوت 3000 في الاتش، انا قلت لك الاتش بالنسبه لي الاتش بكام بقى؟ ما الاتش هي المسافه من اول هنا اللي هي من اول منسوب المال الجوفيه الاصلي لغايه نهايه الطبقه اللي هي كام؟ 30 ناقص 1 اللي هي بالنسبه لي كام؟ 29 متر. ف 29 ناقص الاتش ووتر اللي هي 23 ونص، ليه 23 ونص؟ ما انا المسافه دي نزلت 5 وقلت لك هننزل كمان نص متر، يبقى نزلت 5 ونص. 5 ونص بالنسبه لي من كام؟ من 29 يديني بالنسبه لي كام؟ 3 ايه؟ 23 ونص. ركز الموضوع سهل قوي. تمام؟ فتعالى بقى نكمل بقى مع بعض. قلت لك هنستخدم فولي بنتريشن وان كونفايند وسيركلر سورس في الديستانس بتاعتي ار نوت. تعالى نطلع الفلو ريت بسهوله قوي هنا، اتعوض بدون اي تعقيد، كل حاجه تبقى جيفن موجوده. الباي والكي معايا، وخلي بالك لازم الكي تبقى بالمتر لكل ثانيه في القانون ده. في الاتش اللي هي 29 تربيع، في الاتش ووتر 23 ونص، قلت لك هنا عيد تاني عشان ما تلخبطش. المره اللي فاتت في الويل بوينت كانت اسمها اتش بس، لكن هنا قلت لك هنفترض ان هي اتش ووتر، اكنها الارتفاع المايه في مين؟ في البير اللي عنده. على لين، طب والار نوت كابيتال اللي هو نصف قطر التاثير لسه محاسبينه، والار اي حسبتها طلع لي الفلو ريت بالنسبه لي اللي هو 109 وايه؟ 189. ده الفلو ريت يا شباب بتاع الكيو كلها، يعني الكيو اللي هتسحبها الابار كلها عندي. فقال لك هنفترض ان البامب كباستي 50 متر مكعب لكل مين؟ لكل اور. دي البامب كباستي للويل الواحد، يعني الويل الواحد هنفترض ان هو بيشيل كباستي كام؟ 50. طب لو انت عايز عدد الابار طبيعي هتجيب الكيو اللي بتشيلها الابار كلها على الكيو اللي بتشيلها البامب الواحد. ف 189 على 50 يديني 3.78، فانا هستخدم اربع ابار عندي. فاربع ابار تعالى اعمل ريديزاين بحيث ان الكيو للويل واحده تشيل قد ايه؟ هتقول الكيو بالنسبه لي للابار كلها على عدد مين؟ الابار. ف 189 على 4 يديني ان الكباستي بتاعت كل ويل هتشيل لي 47.25 متر مكعب لكل مين؟ لكل ساعه. انا حولت هنا المتر مكعب لمين يا شباب؟ لكل ساعه. ان انا ضربت في 60 في مين؟ في 60، عشان ان الكباستي ان البامب كباستي او قدره الويل واحد ان البير بيفترض ان هو بيشيل 50 متر مكعب لكل مين؟ في الساعه. تعالى بعد كده انت كده خلاص تخيل المساله كده خلصت، بس لازم تعمل تشيك على الدرو داون. بالنسبه لي لازم نعمل تشيك على الاتش ووتر، لازم ان الاتش ووتر اللي انت هترجع تطلعه من تاني لازم يطلع اقل من المسافه 23 ونص. ليه؟ لانه لو طلع ان الاتش ووتر الجديده هتطلعها لو طلعت اكبر من 23 ونص، يبقى انت عديت النص متر دي في ان سيف، يبقى انت قربت القاع مين؟ لقاع الحفر. تعالى نشوف هنعملها ازاي. تعالى نعمل التشيك على الدرو داون. ان انا هوزع الابار في منتصف كل ضلع، يعني انا احط البير هنا الناحيه دي، خلي بالك البير هنا المسافه دي كلها كانت كام؟ خلي بالك انا كنت واخد سيكشن كده، سيكشن كده عرضي، فالمسافه كانت من هنا لهنا 56. فركز بقى عشان دي مهم قوي اللي تشيك على الدرو ده. فانا المسافه هنا بين ده البير بالنسبه لي والسنتر 26، ودي 26 و26 و26. بفترض ان انا مكان التجميع بالنسبه لي هيبقى في النص، هيبقى في النص. فانا بالنسبه لي الار اي بقى الاكشوال هنا في المساله، الار اي اكشوال لكلهم هتبقى كام؟ 26. ما هي دي الار اي اللي هي نصف قطر التخيلي،
ان هو بيتحرك مين راديال بالشكل ده، ف 26. فركز بقى معايا، فالار اي هنا بتساوي 26 اللي قلت لك المسافه بين مركز البير، اهو المسافه من مركز البير والنقطه المطلوب حساب الانخفاض عندها. قلت لك انت هتجمع الميه كلها او هتجمعهم في عند مين؟ عند السنتر بتاع الاكسكفيشن. يعني انا نقطه التجميع بالنسبه لي هنا، مره هنفترض نقطه التجميع هنا، تمام، مره هنفترض نقطه التجميع هنا براحتك. تعال نشوف نعمل تشيك على النقط دي ونشوف الموضوع سيف ولا مين ولا انسي. فانا خلاص الار اي بالنسبه لي 26 طبعا الدرو داون في القانون ده. طب الكيو دي خلي بالك دي الكيو لكل الابار، للاربع ابار، وانا قلت لك الاربع ابار بالنسبه لي قدره تحمل بير واحد اللي هو 47 وربع، 47 وربع، فتضرب في اربعه. فركز بقى معايا، فانت هنا القانون اتش تربيع ناقص اتش ووتر تربيع في سميشن الكيو بتاعت الويل على الباي في الكي في لين ار نوت على مين؟ على ار اي. تعالى نعوض في القانون، وقلت لك الار اي بقى اتغيرت، مش هترجع بقى اللي هي 29 وحاجه، لا ده دي كانت في الاول حاجه تخيليه كنت ايه كنت عاملها، تمام. تعالى بقى نكمل بقى مع بعض. فالكيو ويل بالنسبه لي اهو اللي هو كانت 47 وربع، قلت لك القوانين دي لازم ترجعها للكيو بالنسبه لي متر مكعب لكل سكن، فقسمت رجعت قسمت على مين؟ قسمت على 60 في 60، تمام. وانا هنا يا شباب 29 تربيع ونص اللي هي الاتش مش هتغير، والاتش ويل دي بقى اللي انا بعمل تشيك عليها في السمشن بتاع الكيو ويل كام؟ اللي هو تمام الاربعه دي معلش هنشيلها مش موجوده، ان انا هنا عندي ادي الكيو بتاعت الويل والاربعه، ادي الاربعه بالنسبه لي الاربع ابار عندي، يبقى الاربعه دي يا شباب مش موجوده هنا، تمام؟ في لين 156 على كام؟ على 26. فتعالى بقى نكمل بقى مع بعض، اهو الكيوي ضربتها في اربعه، خلي بالك عشان انا هعمل تشيك تاني كمان شويه، ان المسافات دي كلها ثابته 26 و26، فاللن بالنسبه لي اللي هي اللن ار اي على ار نوت ثابته للاربعه، فعشان كده ضربت الاربعه بره هنا عشان هتفرق بس كمان شويه. في لن ان انا عندي ان الكيو الويل بيشيل كذا وضربت اربعه اهو، لان انا عندي 1 2 3 4 ولن ار نوت على الار اي. الار اي ثابته في الاربعه، الار اي بالنسبه لي ثابته في الاربعه عشان اصلا انت واخد النوت تجميع بالنسبه لي في النص، ان انا عندي في السنتر بتاع الاكسكفيشن في 156 على 26، فطلع من هنا الاتش ووتر طلعت 23.08. قلت لك 23.08 اقل من 23.5 فسيف، بمعنى ايه؟ ان الانخفاض اللي هو الاتش دي دبليو بدل ما هي هنا بقت هنا مثلا، فده حاجه كويسه، انت عمال تخفض مين اكتر بالنسبه لي فسيف. تعالى بقى نجرب لو انت حطيت نقطه التجميع في الكورنر بتاع الحفر هنا، قال لك يبقى الار اي هتتغير لكل واحد، بمعنى ايه؟ تعالى نعتبر البير ده، ادي البير ده. البير ده الار اي اللي هي جذر المسافه الاكس والواي والواي تربيع، جذر اكس تربيع زائد واي تربيع. طب الاكس بتاعته بكام؟ ما هو المسافه من هنا لهنا 25، ما هو انت خلي بالك انت جمعت هنا مش جمعت هنا، انت جمعت فين؟ في النقطه دي. فانا النقطه دي بالنسبه لي المسافه دي كام؟ الافقيه 25 والراسيه كام؟ 1. انا قلت لك فارض ان من المنشا بتاعي اللي هي كان الحدود بتاعه 50 في 50 طلعت 1 متر، فهنا 1. فالار بالنسبه لي جذر الاثنين. طب والار على ار نوت، الار بتاعتي اللي هي كانت 156 على 25 طلع لي بالرقم ده، هطلع اللن دلوقتي. هقول لك ليه؟ لان في المساله دي ان اللن بتاع كل واحد دي ضربت اربعه في اللن بتاع كل واحد لانه كلهم زي بعض، لكن هنا لما حطيت ان انا جمعت في الكورنر بتاع الاكسكفيشن كل لن بقت مختلفه. طب تعالى للبير ده، البير ده زي البير ده، بس الفرق الوحيد ان الواي هي اللي ب 25 وان ان الاكس بالنسبه لي بواحد، ادي واحد وادي 25 وادي طلعت طلع لي اللن بالرقم ده. تعالى البير ده زي البير ده بالظبط، بس تعالى اشتغل على البير ده. البير ده بعده عن هنا المسافه دي كلها 51، ليه 51؟ ما المسافه الافقيه بتاعت المنشا كام؟ 50، وكمان 1 يبقى 51 اهو. طب المسافه الراسيه بكام؟ الراسيه من اول هنا لغايه السنتر 25، لان المنشا ده كله 50 متر، فنصه كام؟ نصه 25. وتاخد الار بالنسبه لي اللي هو جذر الاكس تربيع زائد الواي تربيع، وطلع لي الار على الار، الار كابيتال على الار اي، يديني لن بالشكل ده، وهتجيب النقطه الرابعه. فانا لازم اجمع دول سمشن اللن كله،
فلما تيجي تعوض في المعادله بقى، ادي 29 ونص تربيع، 29 تربيع الاتش دبليو بيساوي ادي الكيو للويل. المره اللي فاتت كنا بنضرب 4 لان انا كنت بجمع في قاع الحفر، المره دي هتقسم على الباي وادي الكي بالنسبه لي. قلت لك لازم تحول الكيو للويل للمتر مكعب لكل سكند. اه هنا هاخد بقى سميشن اللين على ار نوت، هاخد سميشن لين كله على ار نوت بالنسبه لي، لان الكيو اهو سميشن اللين على الار نوت. هنا ضربت في 4 لان كلهم كان واحد، لكن هنا ان الاربعه بير مش نفس المسافات، فعشان كده عملت الحته دي، جمعت اللينات بتاعتي ار على ار اي وحسبتهم بره، وبعدين رحت معوض في القانون بالنسبه لي. تمام؟ فيها مشكلة؟ هنا كنت ممكن ايه؟ يعني واحد يقول لي طب ما البرين دول زي بعض، فانا ضربت اتنين في اللين دي، طب وهنا البرين دول زي بعض، ضربت اتنين في اللين دي، هنا الفوق دي كانت كل اللينات على الار واحدة فضربت في 4، عشان بس ايه الموضوع يكون واضح بالنسبة لي. هطلع الاتش ووتر هنا اه طلعت 34 بوينت 8، 3 8 اكبر من 23 ونص، فان سيف. ده انا لازم يبقى هنا الوضع ده في عندي حلول، لا اما انا ازود عدد الابار او ان انا ازود البامب كباستي او اعمل ويل ري ارينج. تعالى بقى نفترض ايه، هنفترض ان انت هتجمع عند بير منه، عند بير منه وتعمل نفس الحوار. طب تعالى نشوف للبير ده المسافه بالنسبه للبير ده، البير ده هتفترض ان الاكس بتاعته والواي بتاعته بزيرو، تمام؟ بس حلك بقى الار اي، ادي البير بتاعي يا شباب، الار اي بتاعتي لما احنا كنا بناخد عند السنتر هنا، ده كنا بجمع في النقطه دي، فالار اي كانت من النقطه دي لغايه السنتر بتاع البير، تمام؟ بس طب انا دلوقتي بجمع في البير ده في النص، فالار اي بتاعتي هو نص البير نفسه، نص القطر. طب قطر البير ده ناخده كام؟ 25 سنتي، فبالتالي نص القطر بتاعه الار اي 0.125. تقسم الار على الار وتطلع هنا مين؟ اللين. تعال ناخد البير ده والبير ده، هما نفس المسافه، ان الاكس بتاع البير ده بالنسبه لي كده اللي هو 26، والاكس بتاع البير ده كام؟ 26. وتطلع طب البير اللي فوق، البير اللي فوق بالنسبه لي الاكس بتاعته بزيرو والواي بتاعته كلها ب 52، فتطلع الار وتكمل المساله وتجمع لين على الار اي، وهنا تعوض في القانون هتلاقي 19.2 فاقل من 23.5، فبالنسبه لي مين؟ سي. تمام كده مساله الديب ويل، اتمنى تكون ايه وضحت يا شباب، والمساله بسيطه جدا.